تمام. نلخص موضوع روتري انسترومنتيشن دكاترة من البداية إلى النهاية ونحاول نبسط الأمور بأقل ما يكون. ريفرشمنت صغير على البداية. احنا أولا تفهمنا إن كل الفايلات الروتري نايكل تيتانيوم كمعلومة أولى مبدئية للروتري. ثاني معلومة معنا أن فايل الروتري يشتغل 10 قنوات بأمان، ما تعدى ذلك أنسيف. ثالث معلومة معنا، الحاجة المخيفة في الروتري أن الفايل يلف بشكل دائري ريمينج، وهذه حاجة خطيرة. رابع معلومة معنا، لو سألتك من هي القناة اللي ما نخدمهاش بالروتري، من هي؟ القناة الان بيتنت اللي ما سلكناهاش بالمانيول، القناة هذه ما تقربلهاش الروتري بتاتا. خامس معلومة معنا، شنو الفرق في الشكل ما بين المانيول والروتري؟ فايلز، الفرق في الشكل هو التيبر، أي مقدار زيادة الفايل. لو جينا جمعنا الموضوع من ناحية أخرى وأعطيتك قلت لك قولي العشرة قواعد متاع الجهاز لو أنا نبي نشتغل بالروتري. القاعدة الأولى ضروري ما يكون معاي باتنسي، أي قناة سالكة. القاعدة الثانية ضروري ما واخذ الطول متاعي كويس، وركينج لينث، وداير جلايد باث، أي طريق مزحلق داخل القناة بالفايلات الصغيرة العشرة والخمستاش. القاعدة الثالثة انك تعدل السبيد متاعك كويس، على قداش السبيد يتعدل؟ على حسب شركة الفايلات، لو مش موجودة الشركة تعدل على 250 السيفست سبيد. رابع قاعدة معانا انك تضبط التورك متاع الجهاز، على قداش يضبط التورك؟ الاوريفيس اوبينر يضبط على 3، الشيبينج فايل يضبط على 1.5. خامس معلومة معانا انك ضروري لما بتمسك الجهاز تمسك الجهاز بمسكة قلم بين جراس، وما تنساش انك تدير سبورت بصبعك الصغير. سادس معلومة معانا، وانت نازل استعين باللوبريكنت معك في الشغل. سابع معلومة معانا، ان الجهاز وهو نازل شغال وطالع شغال، تسمى باورينج. ثامن معلومة معانا، وانت نازل بجهازك انزل بشكل نقرات متتالية بخفة، تسمى بيكينج موشن، اب اند داون. تاسع معلومة معانا، وانت نازل في الدايركشن انزل بنفس الدايركشن اللي مرتاح عليه فايل المانيول لما انت اخذت الاطوال. اوكي، العاشر معلومة والاخيرة، انك لو حاب انك تكشط على الجدران وانت طالع حاول انك تكشط بعيدا عن الفوركيشن اريا، اي بما يسمى سكرابينج في السيف زون. شنو هي السيف زون؟ المنطقة البعيدة على الفوركيشن. اياك انك تكشط ناحية الفوركيشن اريا لانها تعتبر ويك اريا. اوكي، حكينا على الرولز العشرة، والان ناوي اني انا نبدا نطبقها درجة. يلزمني في السيت اب اثناء الشغل ان يكونوا معي مجموعة فايلات. اولا مانيوال جيم تتلخص في 2 فايلات، فايل 10 وفايل 15. فايل 10 بنقوم به بيباتنسي وبنسلكه به الكنال، فايل 15 بناخده به الطول وبنصنعه به جلايد باث، بمعنى ان نبو نصنعه نفق مزحلق سموث واي، يعني طريق ناعم لباقي فايلات الروتري. اول ما ننتقل لفايلات الروتري، الفايل الاساسي اللي يستوجب انه يكون موجود معايا يسمى اوريفيس اوبينر، هو الفايل اللي يفتح الاوريفيس، جميل، اي فوهة الكنال. الفايل هذا ميزته انه قصير، وقداش يدخل من الطول؟ ثلثين الوركينج لينث، اياك انك تدخل به الطول كامل، وظيفته فقط انه يفتح الاوريفيس. السؤال هنا، انا لو فتحت الاوريفيس دكتورة علا شنو استفدت اساسا؟ استفدت اني سهلت دخول الفايلات اللي بعدي، بالاضافة ان القناة تقدر تستقبل كمية من الاريجيشن اكثر، فهذه معناها فرصة كسر الفايلات وفرصة المشاكل اقل. جميل، كملنا الاوريفيس اوبينر ووسعنا به الاوريفيس وعدلنا كل الامور. ندخل على الفايل الثاني، الفايل الثاني هنا يسمى باث فايل، مش ديما يكون موجود، اوكي؟ بعض الشركات تحط فيه وبعض الشركات مش موجود. لو كان مش موجود الفايل هو فايل تيبر 2، لو كان مش موجود تقدر تعمل الجلايد باث بميني بماني والفايل 15، جميل، اذا هو فايل زائد، لو ما كانش موجود تقدر تتجاوزه. الفايل اللي بعدي بنبدا في رحلة الشيبينج العظيمة. الشيبينج فايل، أول شيبينج فايل يسمى 20 تيبر 4، معنى كلمة 20 يعني تب الفايل بوينت 20 ملي، معنى كلمة 4 يعني مقدار زيادة الفايل تيبر 4. انزلنا به فول لينث، نمشي للفايل الأخير اللي بنختم به اللي هو 25 تيبر 6، معنى 25 تبة 25، معنى 6 أي تيبر متاعها 6، وهذا الكت المقلص. بي لو ناوي إني أنا نشتغل روتري من البداية إلى النهاية، أولا تفهمنا أن في نقطة مهمة
وهي انك ما تدخلش في اي كنال الا ما تكون مويستد كنال. اوكي خد السرنجة متاعك وتعال ركب النيدل. عندنا النيدل بنوعين، عندنا الاند فينتد نيدل وعندنا السايد فينتد. ما هي الاند فينتد؟ هي ذوات الفتحات النهائية يعني مفتوحة في النهاية. ما هي السايد فينتد؟ هي النيدل المفتوحة طرفية. اما الأأمن لعلاج العصب سايد فينتد، بي لو ما كانتش موجودة نقدر نشتغل بالاند فينتد، نقدر لكن ببروتوكول خاص. تفرج معاي، ركبنا الاند فينتد نيدل. اوكي اثنين النيدل بشكل زاوية منفرجة، ومن ثم حطينا النيدل داخل الكنال. اوكي امسك معاي المسكة هذه. اوكي حاول انك تقبض على المقبض بشكل صحيح، حط النيدل في الكنال وحاول انك تصنع بوش بول. ما معنى بوش بول؟ يعني تدفع في السوليوشن وتشفط، تدفع وتشفط. هذا البوش بول بالشكل هذا، بوش بول بوش بول بوش بول. شو استفدت من البوش بول؟ اقل حدوث للصوديوم اكسيدنت رقم واحد، رقم اثنين تتكون داخل الكنال بابلز ترفع الدبري معاها لفوق وترفع الرواسب الى اعلى. معاي؟ اوكي معاي شوية هدوء. اوكي درنا بوش بول بوش بول بالصوديوم بوش بول. الكمية قداش قلنا؟ جاست ملي. كملنا الاريجيشن. تو نبو نديرو اول خطوة معانا شن هي؟ ان بنديرو باتنسي بأما فايل بفايل عشرة. شوف معاي الباتنسي لو حابين نديرو باتنسي. اخذينا فايل عشرة. اوكي اخذينا الفايل عشرة واخذينا السن متاعنا ونبو ندخله في الكنال. ركز معاي، اول حاجة لو حطيت الفايل عشرة في الكنال يلزمك انك تنزل بحركة واحدة ووحيدة. شن هي؟ watch winding motion. كيف الحركة هي؟ ربع لفة يمينا ربع لفة شمالا، ربع لفة يمينا ربع لفة شمالا. لكن وانت نازل عد معاي. كيف تعد معاي؟ ركز معاي، 1 2 3 4 5 6. في السادسة بالضبط نبيك تنسحب للخلف شوية، ريليف. 1 2 3 4 5 6 then ريليف. ثاني 1 2 3 4 5 6 then ريليف. 1 2 3 4 5 6 لعند ما توصل للطول كامل. هل ناخده في الطول بفايل عشرة؟ لا، ننزله جاست نسلكه في الكنال ونصنعه في باتنسي. والف مبروك معانا الفايل طلع من اسفل. افضل مسافة ممكن يطلع بها الفايل من اسفل قداش تكون؟ ملي ملي ونص ماكسيموم. تفهمنا؟ تو قبل ما تطلع بفايل عشرة حاول انك تصنع سموثنينج للكنال، وتش وايندينج في نفس المكان، وتش وايندينج في نفس المكان في نفس المكان لعند ما الفايل يصبح لوز. اصبح الفايل لوز. الف مبروك عليك، الكنال متاعك بيتنت الان، تملك بيتنت كنال يعني كنال سالكة. واضحة الفكرة؟ تمام. نرجع بالاريجيشن تاني، حطينا السيرنجة داخل الكنال. اوكي بوش بول بوش بول بوش بول ملي. كملنا الملي متاعنا، ننتقلوا لتاني خطوة. تاني خطوة معانا شن هي؟ قياس الطول. ركز معاي، اخذنا فايل 15 بنقيسه بطولنا لان نعرف ان قياس الطول بأما فايل 15. حطينا الفايل في الكنال وتو نبي نسألك سؤال، قداش عندي طريقة للقياس؟ طريقتين، يا اما بالابيكسو يا اما بالاكس راي. لو كنت بنقيس بالابيكسو لوكيتر عندي شروط، اولا القناة تكون سالكة بيتنت كنال، ثانيا عندك ايزوليشن كويس ويحبذ انك تبني جدار قبل ما تبدأ، ثالثا ضروري ما تكون الكنال مويستد لان اصدارات الابيكسو لوكيتر الاخيرة تتطلب مويستد كنال، رابعا ضروري ما يكون عندك دراينس وين في البلب تشامبر. عندك الشروط ونزلت قسته زي الفل. لو ما كانش عندك ايبكس لوكيتر بتاخذ القياس بالاكس راي. لو كانت السنه انسايسور تنزل على طول 23 ملي وتلتقط الصوره وتقارن. لو كانت بريمولر 21 ملي وتلتقط الصوره. لو كانت مولر 19 ملي وتلتقط الصوره وتقارن. لو كانت كناين 25 ملي وتلتقط الصوره. تفهمنا؟ انزلنا نقيسه بالابيكس لوكيتر، ويتش وايندينج 6 ريليف 6 ريليف 6 ريليف. الجهاز صفر اعطاني توت، يعني وين الان الفايل؟ على شفا الفورامن. اوكي تعال نزل ستوبر متاعك، افضل حاجه تنزل بها ستوبر هي البروب وليس التويزر. اوكي نزلنا ستوبر، علي اما كسبه دكتور ننزلوه؟ علي اما كسبه، علي مرتاح عليها الفايل ما تاخذهاش علي كسبه ثانيه. اوكي وتسحب الفايل متاعك وجي لي قياس الطول. دائما لما بتقيس الطول ستوبر تكون برا المسطرة، ماشي؟ جينا قسنا الطول لقينا الطول 21 ملي، كلام جميل. تو عندي الباتنسي واللنث، نبدا في باقي القواعد.
هل نمشي لروتري ولا مازال؟ اسالني هل تبي تدير جلايد باث بالروتري او تبي بالمانيوال؟ لا نبي بالمانيوال. شنو يسمى مايكرو جلايد باث. ترجع بفايل 15 تحطه داخل الكنال متاعك، تنزل بنفس النزله اللي قلنا عليها، 6 ريليف لعند ما توصل. اول ما توصل للنث متاعك تو شني ووتش وايندينج في نفس المكان في نفس المكان في نفس المكان في نفس المكان لعند ما الفايل يصبح لا مش لوز لعند ما الفايل يصبح لوز. يس، يعني لو قلبته مفروض الفايل يطيح. اذا الجلايد باث اتشيفبل، خديته وضح. تو هيك كملنا المانيوال جيم وننطلق للروتري جيم. نحب نلعب معك لعبه. بدل ما كنت نشتغل بالاند فينتد نيدل ببروتوكولها، تو ناوي نشتغل بالسايد فينتد نيدل. تفرج معي، سايد فينتد اثنيناها بشكل زاويه منفرجه، ذوات فتحات جانبيه. سؤالي ليك الان، هل في داعي اني ناخذ وندير بوش بول ولا ما فيش داعي؟ علاش؟ لان هي اللاترال ديليفري، يعني الضخ في السائل جانبي، لكن عندها مسكه اساسيه. المسكه كيف تكون؟ تفرج معي. المسكه اولا تمسك السرنجة بهذا الشكل وتحط صبعك الاندكس بهذا الشكل. هذه مسكه السايد فينتد نيدل، كل نيدل عندها مسكه معينه. اذا ناخذ الاندكس نحطه على النهايه وناخذ باقي يدي على باقي السرنجة. اوكي، نجيب السرنجة متاعنا ونجيب الكنال. اوكي، ونحط النيدل داخل الكنال. جميل، هل في داعي لبوش بول؟ جميل، ونضخ السوليوشن. لكن هنا في نقطه نبيك تديرها لي وتركز صغيره، نبيك تحرك النيدل داخل الكنال اب اند داون اب اند داون. بكري ما نديروش فيها يا ولا تو ضروري اب اند داون اب اند داون اب اند داون. من يقول لي شنو استفدت من الحركه هي؟ مش اكتيفيشن. لا شو استفدت؟ الفكره هو طلع من السايد. الفكره ان النيدل مفتوحه من الجوانب، ولا لما انت تضخ السوليوشن وتطلع وتنزل وكانك تدير فرينزنج لكل الجدران، يعني تغسل في الجدران من الجانب من اعلاها الى ادناها. وصلت الفكره؟ كلير؟ بالله ردوا لي الباب يا دكتور غزال. اوكي، كملنا الاريجيشن بتاعنا، والان ناوي اني انا نبدا في رحله الروتري بتاعي. جينا اخذنا اول فايل بتاعنا روتري، شنو هو؟ اوبنر. جينا اخذنا الفايل، اوكي، ركبناه في الجهاز متاعنا. تمام، اول ما ركبناه الفايل هنا فيه زي اللاتش بوتون موجوده في الجهاز وموجود عند اللوك هنا في الفايل. فجيت اخذ الفايل تحطه في المكان لعند ما يلقى التعشيقه متاعه. اوكي، وتضغط اركب بالفايل. ماشي، نجو نضبط الجهاز. علي قداش نضبط الجهاز؟ سبيد ما عنديش هنا، اذا نضبط على 250 سيفست سبيد. باي، بالنسبة للتورك متاع الاوبنر على قديش نضبطه؟ على 3. اوكي، برافو عليك، لان هذا اوبنر ولا؟ ضبطناه زي الفل. السؤال هنا، كم الطول اللي نضبط عليه الفايل هو؟ نضبط تلتين اللينث. اللينث كامل 21 ملي، اذا يستوجب اني نضبط على طول 14 ملي، لان هذا جست وظيفته انه يفتح الاوريفيس. اوكي، ضبطناه وزي الفل. تو الجهاز جاهز ولا؟ بايش المزال؟ مازال اني انا نحط اللبريكنت معاي في يدي. اوكي تمام، ركز معاي. تو هنا يا عزيزي بنبدا نشتغل. رتب لي الشروط بسرعه. سبيد مضبوط، التورك مضبوط، مسكه القلم سليمه، السبورت سليم، شن ثاني؟ اللبريكنت خذيت شويه. الشرطه اللي بعدها باورنج، شغلت الجهاز قبل ما نبدا، ماسك السنه متاعي وناوي ننزل ببيكينج موشن تحت الدايركشن اللي خديته من بكري. اوكي، تفرج معاي البيكينج اللي بناخده، بيكينج موشن اب اند داون اب اند داون اب اند داون. اول ما الفايل يوصل للطول اللي انت ضابطه انسحب بامان، كملت وظيفته. هذا حينزل بكل سهوله، تفهمين يا علا؟ واضح. اذا كملنا بالفايل الاول، شكرا، وتو نبي ننتقل للفايل الاخر. جميل، قبل ما نمشي ما ننسوش سايد فينتد نيدل ولا؟ ركز معاي، المسكة متاعتها كيف قلنا؟ الاندكس على البوشينج سايد وتحطها داخل الكنال. الكل معاي؟ يلا، فايبريشن خفيف، اب اند داون اب اند داون اب اند داون اب اند داون. اوكي، وتو ناوي اني ننتقل للفايل اللي بعدي. ركز معاي، الفايل اللي بعدي نبي ننتقل له اللي هو ال20 تيبر 4، ثاني فايل.
بي وين الباث فايل؟ لا ما قدرت الجلايد باث مانيول ولا؟ طبقت مانيول، إذا بننتقل على طول للشيبين. أوكي ركز معي، أخذت الفايل الثاني اللي هو العشرين تيبر أربعة، شو لونه؟ أصفر. جميل، ركبناه وزي الفل معاي. تمام، قداش نضبط السبيد والتورك؟ سبيد 250 قاعد، التورك قداش؟ علاش 1.5 التورك يتغير؟ لأن هذا شيبينج فايل يتغير التورك ل 1.5. جينا للتورك بتاعنا ضبطناه ل 1.5. يلا قداش الطول اللي مفروض نضبط عليه؟ بكل بساطة فول وركينج لينث، لأن هذا شنو؟ شيبينج فايل، ضبطناه للطول المثالي. اوكي يلا المسكة المعروفة لبريكنت، امسك الجهاز مسكة طبيعية. بعد تالي شوية لما بنبدو في الوركشوب حنقول لك امسك الجهاز مسكة، المسكة هذه يعني تكون ريدي للشغل. اول ما نقول لك امسك مسكة الاستعداد نبيك شاد السنة وشاد الجهاز وداير سبورت ومشغل الجهاز بالشكل هذا، والجهاز يلف وناوي انك انت تنزل وتستنى في اوردر. واضح الفكرة؟ يلا الكل معاي نشوفه شن حيصير. اوكي picking motion up and down 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 up and down. سمعتوا الصوت؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا auto reverse. بايش معناها؟ معناها لا، معناها في تورك عالي لقى، تخيلتوها ولا لا؟ فهو يحمي في نفسه، يعني الجهاز يحمي في الفايل. باي لو اعطاك الصوت هو واعطاك اوتو ريفرس انسحب، شنو تدير؟ ركز نعاود لك مره ثانيه ترى. ركز ركز هيا، شنو تدير اول ما يعطيك الاوتو ريفرس؟ شنو المفروض تدير؟ ولا اي حاجه. اول ما يعطيك اوتو ريفرس الفايل شنو صار؟ انسحب شويه، فانت تزيد تنزل بيه ثاني. شنو يصير يا يسرى؟ اول ما تنزل مره ثانيه ياخذ نص ملي ويلقى تورك يحمي نفسه ينسحب، فانت زيد نزل مره ثالثه ياخذ نص ملي ويحمي نفسه وينسحب. بينما ينسحب نزله مره رابعه، لامتى؟ خمسه مرات، 5 تايمز. بعد خامس مره الان الكنال فلد بالدبري، فشنو تدير؟ تطلع الجهاز وتدير اريجيشن وتمسح الفلوتس متاع الفايل متاعك وتاخذ اي دي تي اي وترجع مره ثانيه لعند ما توصل للطول متاعك. واضح؟ كلير؟ ركز معي شويه. هاي بعض الاجهزه دكتور اني مش مضبوطه لازم الدكتور صارت مره قدامي مع الدكاتره فيقول لي الجهاز يقول اوتو ستوب اوتو ستوب. لا لا مش مضبوط، هي مش مضبوط، مش ما هو ما عندهاش خلفيه ضروري ينضبط على الاوتو ريفرس، انه هو ثلاث ميزات اوتو ريفرس اوف اوتو ستوب. بالضبط. ركز معي شويه، ركز معي شويه بالله يا دكتوره ايمان، سكروا لي الباب بعدين مش نكمل اللايف، نازل لايف وكلميهم بس لو بيخشوا او يطلعوا خلوا الباب مسكر ماشي. اوكي ركزوا معي شويه، ركزوا معي شوية، خلي ننزل مرة تانية ونطبق الكلام اللي كنت نحكي عليه. ركز معي. up and down up and down up and down up and down. اوكي اعطاني واحدة، كمل مرة تانية اثنين، مرة تالتة ثلاثة، مازال رابعة. اوكي خمسة ستوب، الخمسة ستوب، موصلتش ولا مازال ستوب؟ وقف جهازك. اوكي خود الريجيشن. جميل معي الريجيشن للكنال متاعك، ومن ثم شوية هدوء يا علا، ومن ثم امسح الفلوتس متاعك خود اي دي تي اي مرة تانية وارجع. واضح الفكرة؟ لأمتى؟ لعند ما توصل للفول ووركينج لينث. الكل معاي نجربه مرة تانية. up and down up and down up and down picking، واحدة اثنين قربنا نوصله ثلاثة وصلنا. ألف مبروك وصلنا. السؤال هنا يقول نطلع نمشي للفايل اللي بعدي ولا ندير حاجة؟ لحظة، الفايل هذا 20 تيبر 4 واللي بعده 25 تيبر 6، في جاب كبير ما بينهم ولا؟ ينبغي اني نقعد بالفايل هذا ونكشط على الجدران قبل ما ننتقل للجنب الكبير. واضح الفكرة؟ شنو يسمى هذا؟ يسمى سكرابينج في الروتري. واضح؟ خلي بنوريكم سكرابينج كيف. تعال بالعشرين أربعة وانزل full working length، then وانت طالع سكراب عليه كل الجدران، أما جدران away من الفوركيشن أريا. واضح الفكرة؟ clear. سكرابينج 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 على full working length. اوكي
كملنا بالعشرين تيبل أربعة. شكرا شكرا. نجو ناخده آخر فايل معانا من هو الماستر، من هو الخمسة وعشرين تيبل ستة، وما ننسوش الإريجيشن. جميل. ممكن إني نرجع في بالمانوال فايل عشرة بين الفايل والفايل الروتري. ممكن يس. شن اسم الخطوة هذه؟ اسمها ريباتنسي. أوكي تمام. جينا للفايل الأخير الماستر متاعنا اللي هو الخمسة وعشرين تيبل ستة، ركبناه عدلناه على طوله. طوله قداش؟ 21 ملي. ركز معاي، 21 ملي عدلناه على الطول. ايه قداش التورك والسبيد؟ سبيد 250، تورك 1.5 لأنه شيبينج فايل ولا؟ اوكي امسك لي المسكة الصحيحة. خدينا اي دي تي اجل، امسكنا المسكة الصحيحة، شغلنا الجهاز باورينج من برا، الجهاز داخل شغال، طالع شغال. اوكي والآن ناوي اني ندخل الكنال متاعي. الكل معاي؟ بيكينج موشن اب اند داون اب اند داون اب اند داون. اعطاني اوتو ريفرس واحدة. كمل مازال. اثنين مازال قريب يوصل. الف مبروك وصل. اوكي انسحب بامان. نسينا السكرابينج، شو رايكم؟ نهائي. علاش؟ لان هذا ماستر. الماستر ما عمرك تدير بيه سكرابينج، لانك انت حتاكل من الكنال كفايه، فحتلقى نفسك في الاوبتيوريشن مش قادر تدير اوبتيوريشن اصلا، والكنال اصبحت فيري وايت. اوكي وهيك فنشنا الانسترومنتيشن بتاعنا بالروتري من اي تو زي. الموضوع انا حاليا عطلته لكم في ربع ساعه، لو انك مرتب افكارك معاك الموضوع يستغرق منك دقيقتين. لا تفهمين الماني والجيم هي الاساس، ومن ثم ننتقل للروتري جيم من البدايه الى النهايه. الموضوع جدا بسيط لكن يحتاج بس ترتيبه الامور. تفهمين؟ اوكي.